توفيت ساعية بريد في أوزبكستان بعد أن علقت 3 أيام داخل مصعد في مبنى سكني. هذه الحادثة تدفعنا لتقديم بعض النصائح، فقد تتصادف الأمور ويعلق بك المصعد، وفي هذه الحالة ماذا عليك أن تفعل؟ تحدث حالات الوفاة بنسبة كبيرة بسبب عدم الوعي والتوتر الزائد، ما قد يؤثر على التنفس ونسبة الأكسجين وكفاءة القلب. لذا عليك التزام الهدوء والتصرف بحكمة وعدم الانفعال. يجب عدم القيام بضرب باب المصعد بشدة، وتجنب الضغط العنيف على أزرار المصعد، وطلب النجدة بضغط زر التنبيه أو بالاتصال على أحد للمساعدة أو الدفاع المدني. كذلك عند إنشاء مصاعد الكهربائية هناك عدة عوامل يجب وضعها في الاعتبار لضمان سلامة مستخدميها. أولها التأكد من توفير وسائل التهوية المناسبة داخل المصاعد، وأيضا داخل غرف المحركات حتى لا ترتفع درجة حرارتها، وعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد بمفردهم، وتدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدويا عند توقفه فجأة. وأخيرا متابعة إجراء الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية.